السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم عن طباعة زخرفية بالتفريغ. طباعة زخرفية بالتفريغ، واليوم هنتعلم طريقة عمل تصميم بالتفريغ. خلاص، بنبدأ الأدوات اللي موجودة عندنا اللي بنستخدمها. ده المشرط، القلم أسود حبر ألوان، وعندنا قلم رصاص وقصر اللزق هذا، وعندنا صحن الألوان والإسفنجة الخاصة بوضع اللون على التصميم، وعندنا فلين نعمل على الشكل مثلا، وعندنا هنا اللي هو رفعة البلاستيك هذا. خلاص، هذا وكرسة رسم أو ورق أبيض. خلاص، هنبدأ نعمل التصميم بتاعنا. وأهم شيء واحنا بنعمل التصميم، هنعمل أول بس ناخد بعض الحاجات الأول. عندنا لو أنت بتعمل رسمة لابد إنك وهتفرغها لابد انك تعمل لها اربطة. يعني مثلا لو عندك وردة بالشكل هذا، خلاص مثلا، يبقى انا لازم اعمل لها مجموعة اربطة، لان لو فرغت هذا كده وقصت هذا كده بالشكل ده وقصت هذا اللي في الداخل هنا ما هيكون موجود شيء. خلاص، فابتدى تخرب معايا الرسم. فانا ابدا اعمل عملية اربطة. اربطة يعني هربط الاشكال هذه بالارضية دي. فهبدا هنا مثلا ورقة هذا، اجي اعمل معايا خط هنا، وهذا ايضا بالشكل هذا. طبعا اللي هيتفرغ هيكون الجزء هذا اللي هو، خلاص كده انا اصبح عندي، يبقى اللي هيتفرغ الجزء اللي هو هذا. خلاص، وهبدا ايضا هنا اهو طبعا عشان تطلع عند الشكل الدائري اللي في المنتصف، وهنا ايضا اللي هتفرغ هذا واللي هتفرغ هنا. طبعا هذه لسه ما عملنا لها الرباط، لازم نربطها بالشكل هذا. طبعا الرباط هذا بيختلف من وردة للأخرى مثلا. خلاص، يبقى لازم نعملها الأربطة هذه، يعني بحس احنا هنقص ما هنقص الأشكال من هنا كده ما نيجي نفرغ، عشان يقدر عندي أقدر أعمل بعد كده الدائرة هذه. ممكن ايضا وردة بالشكل هذا مثلا، وفيها ورق كده. طبعا هنا ممكن بدل ما هعمل خط مستقيم بالشكل هذا كده، ممكن اظبطها شوية، ممكن ابدأ اعمل لها حاجة زي كده هنا. خلاص كده، شايفين في ايضا الرباط هنا بقى هو اللي موجود هذا. اذا لما انا افرغ هنا كده، وهفضل عندي ايضا في المنتصف هنا. طبعا ما اخليها لازقه في هذه، ابدا من هنا كده مثلا بالشكل هذا، وهنا ايضا هذه كده. طبعا في ما في رباط هنا، نجمع السنه عن بعض بالشكل ده كده. خلاص، عندنا الورقة أيضا نفس الكلام، عمل لها بالشكل هذا. ممكن أخدها خط كده بس، وهبدأ. شايفين الرباط لازم يكون الرباط هذا موجود، لازم، لا عشان لما أفرغ أفرغ الشكل اللي هنا. ممكن هذا طبعا لازم أنزل نعمل الآن موضوع الأربطة هذا نهتم بيه. طبعا ممكن الأربطة تقول لك أنت بتعملها حسب ما أنت عاوز بقى. ومثلا هذه هنا ممكن نغير الورقة دي، لو يعني مثلا حبيت اظبطها شوية براحتك، ممكن تزود تفاصيل او تخلي تفاصيل قليل اهو. ممكن اعمل هنا كده، امشي مع الخط هذا كده هذا كده بالشكل هذا. خلاص اهو، وامشي، يبقى عند اللي هيتفرغ الشكل الموجود هنا هذا هو اللي المظلل ده هو اللي هيتفرغ.
شايفين الأربطة طعم دخل، لكن لابد من وجود هذه الأربطة. احنا اليوم هنعمل التصميم بتاعنا خلاص بشكل بسيط وسهل. انا هبدأ اعمل التصميم بتاعي بالشكل هذا. طبعا في هنا مساحات، كل هذه فراغات نقدر نقص هذه براحتنا، ما محتاجة أربطة. هذه هي واضحة جاهزة، الرسمة فيها سهلة يعني. طبعا ببدأ أوضح على كده التفاصيل بتاعته كويس. لو بالشكل هذا أوضح. كده انا اكون عملت التصميم بتاعي بشكل سهل وبسيط. انا كده خلصت التصميم، بقى جاب الشفافية ايش ورق الشفاف هذا اهو، وهظبطها هنا كده. طبعا ابدأ اثبتها عشان ما تتحرك مني، وارسمها وبصها في نفس الوقت اهو، ثبتها كويس بالله عشان ما تتحرك وانا اتمنى بقى ببص. طبعا ممكن ارسمها اذا انا ما هقصها على الورقة، لو هقصها لو مثلا ما هقصها ارسمها بالشكل هذا خلاص، لكن انا هقصها على الورقة على طول فما يحتاج. طيب بالمشهد كده هنبدأ نعمل ايه، نبص على نمشي على الخط. طبعا لا تخلي يدك في اتجاه الايه المشرب ده، انا بحضر شوية لان الموضوع بيبقى ايه. مش تحاول ان يدك لما تسند كده بتكون ما في اتجاه المشرط. بسط هذه خلاص، نبدأ بقى نتفرغ بنفس الطريقة هذه اهو. الموضوع بيكون محتاج حرارة أحضر شوي. كنت أخلي التصميم على عدة أنت عشان تظبط معاك. طبعا أصعب شيء بيبقى في القص هذا الدورانات.
إشكالية. طبعا في جاهز موجود جاهز، في قوالب موجودة جاهزة، لكن بوريك كيف الطريقة. طبعا التانية تكون متفرغة طبعا عن طريق الليزر، مكانات خاصة تم تصميمها على الكمبيوتر، وبعد كده تفرغ بالليزر. لكن هذه طبعا الطريقة اليدوية اللي انت هتبقى فاهم كيف تعمل الشكل ده. حتى لو تعمل على الكمبيوتر تبقى انت فاهم طريقة الشغل او العمل عليها. طبعا الموضوع بيبقى محتاج حذر شديد عشان ما تخرب التصميم ولا تعور نفسك. طبعا بتعدل حسب اتجاهك انت عشان تعرف تبص كويس. كده نكون خلصنا التصميم. نبدأ نرفع كده. انا كده عملت الشكل عندي اهو، شايفين هنا يمكن شوية اهو الشكل هذا. كده عملنا التصميم. نبدأ نجرب الالوان. طبعا هنجرب الالوان، نعمل تداخل في الألوان، وهنجرب عملية التلوين لأكثر من لون. طبعا جبنا الفلين زي كده ونبدأ نثبت عليه الشكل بتاعنا. أهم شيء طبعا التثبيت الجيد هذا كده. من أيضا ثبتها كده، أبدأ أجيب الألوان، أجهز ألواني وهبدأ ألون. أنا كده ضعت الألوان وجهزتها خلاص، هبدأ أعمل تصميمي بكذا لون. ممكن أعمل تداخلات في الألوان. أنا مثلا هستخدم اللون الأخضر هذا. طبعا الأفضل شيء إنك تكون عندك مثلا ورقة ولا أي شيء هتعمل عليه توزع عليه اللون، مثلا زي هذه كده. وهبدأ أخلي اللون خفيف، لو كان تقيل يقرب لي التصميم. أنا شايفين هنا كده يكون اللون خفيف عندي، وهبدأ أخد بقى اللون هنا كده. مثلا أنا هعمل هذه كده اللون الأخضر هذا، وهنا أيضا عامل داخل بلون تاني مثلا أهو اللي هو الأصفر.
يتمزح بشكل جيد على الإسفنجة عشان ما تخرب معايا. طبعا الخلفية دي محتاجة أخضر غامق، يعني يكون الأخضر غامق أكتر. عامل تدخل بالأصفر يبقى تدخل بسيط يعني. طبعا هنا أوزع اللون هنا عشان ما يكون تقيل معي. أهو ممكن أعمل تاتش فاتح عليه خفيف بس كده اهو. طبعا لو عملت اي لون هذه اسمها زخارف، ما لها علاقة بالايه بالواقع، يعني ما لها علاقة بالشكل الواقعي، يعني ممكن تعملها اي الوان. ناخد لون من هنا إذا اللون كان كثير طبعا هيدخل من تحت الايه الورقة هذه ويخرب معك الايه الشكل، فاحنا طبعا في غنى عن الموضوع ده فبنعمل بالشكل ايه ده كده. ناخد جزء من الأصفر. طبعا هنطبع بأكتر من لون، يعني ما يكون لون واحد، بالتالي هنعمل هذه بلون تاني. خلاص ممكن اخلي الورق هذا لونه برتقالي عادي، يعني مفيش اي مشكلة. طيب هنعمل الاول الوردة، نعملها مثلا باللون الاحمر، ممكن اوزع لون هنا وابدأ اعمله هنا بالشكل هذا. ممكن اخد اللون الوردي ده وضعه هنا. تاتشات بسيطة بس كده ممكن تظبط لي الايه شايفين كده الشكل. ممكن اعمل برتقالي، البرتقالي طبعا اصفر مع الاحمر. خلاص ابدا اعمله هنا كده. ممكن اخلي الورق هذا لونه برتقالي ايضا واخليه اصفر عادي يعني. طبعا لان في فواصل بعيده عن بعضها فاقدر اعمل لونين او اكثر من لونين. خلاص انا كده عملت التصميم بتاعي، هبدأ ارفع الايه اشوف شكلها كيف. طبعا يعني لو انت افضل تتركها تجف شوي وبعد كده ترفع الايه الشيء اللزق بتاعتك. طبعا لا تتحرك منك يمين ولا يسار اثناء ما انت بتحذف شيء من هذا اهو. خلاص اثبتها من جنب كده وارفع من الجنب الثاني. هذا احنا شايفينها كده طلعت عندي بالشكل ده. خلاص فهي سهلة وبسيطة يعني، ان شاء الله بإذن الله نقدر نسويها كلنا. يا رب نكون استفدنا وتعلمنا من الدرس ده يا أبطال. طبعا ده اقدر انفذها على قماش، اقدر انفذها على اي سطح عادي. خلاص اهو شايفين كده. حفظ الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.